لابد من حركة خاصة عندي بسالفة الويلشير قوية، يعني لا تزال حازة بخاطري. جيت سبحان الله وما يتهمت بس تركي يا حق دكتورة ميرا، وقلت لها أنا ترى معي تضخم، وشرحت لها حتى ما قريتها أي تحليل بالتليفون قاعدة أعطيها فورمات وترى فيني كذي كذي شلون؟ تقول لي ترى في اللي هو الكلوريس سبري سفرلينا وعطتني كذا شغلة. لا بديت أقنع أبي أجرب أكثر، بديت آخذ منتجات أكثر، دشيت عاد على البري ويلنس والبالانس والبروتين شحبة حبة حبة. لا في نتيجة غريبة خلال 4 شهور، آخر شهرين أنا نازلة 26 كيلو، ما شاء الله 10 كيلو منهم فات، الباقي ماي وعضل مال الوزن، ولا أزال والحمد لله أشكر هالشي رب العالمين بفضل من الله. وأنت كذلك إذا كنت مهتمة بالبرنامج الصحي والرائع الفيلغريد سيستم، تواصلي معي فقط على هذا الإنستغرام، أو إذا كنت من أوروبا أو أمريكا فقط ادخلي على البايو الموجود في الصفحة، هذا الرابط المكتوب هنا. دمتم في صحة وعافية، سلام.